التجلي اللي ربنا سبحانه وتعالى تجلى عليه. انا قربت منه جدا. سيدنا موسى جه هنا مرتين. دي المره الثانيه لما طلب انه يشوف ربنا سبحانه وتعالى. طمع يعني. طمع بقى بعد ما ربنا كلمه طمع انه يشوفه. فتجلى الله سبحانه وتعالى على الجبل ده. فعلشان يعني عبده فما بخلش عليه. طبيعة الحياة والإنسان ربنا عمره ما بيبخل على عبيده. فتجلى سبحانه على الجبل ده. احنا طبعا عارفين بكوننا بني أدمين عارفين ان الجبل صامت جدا وقوي جدا وراسخ جدا. فلما ربنا تجلى عليه الجبل اندك وقع كسر. سبحان الله. بعدها بقى نبي الله فسقط موسى صاعقا اغمى عليه. يعني لما المتجلى عليه جبل وما يتحملش ان ربنا يبقى ما بالك بقى بالمتجلي. الله الله. دي منطقه التجلي دي بجمالها روعتها. سبحان الله. شوفوا بلدنا حلوه ازاي. مش احنا اللي بنقول بلدنا في امان ولا احنا بنقول بلدنا في سلام ولا لا لا لا. احنا استلمنا الرسالة اللي ربنا كتبها لنا في كتبنا وفي أدياننا. استلمناها زي ما أنبياء ربنا سبحانه وتعالى استلموها. هذا كده سبحان الله.